حديث إن الله هو المسعر تحدث حديث معنى عبد الله إن الله هو المسعر معنى هذا حديث صحيح ومعناها أن الله عز وجل هو الذي يرفع الأسعار وينزلها سبحانه وتعالى واضح فنقول أن الله من أسمائه المسعر وهو الذي يسعر ولكن لما سأل الصحابة أن يسأل من يسعر قال سعر لنا الحديث صحيح قال إن الله هو المسعر أي أن الله هو الذي يرفع هذه القيم وهو الذي يخفضها فلا تجد بعض الأحيان بعض البضاعات ترتفع وبعضها تنزل هو الذي يرفع سبحانه وتعالى ويقبض ويرفع ويخفض طيب. كما قلت لكم أوسع نشاط بشري هو البيع والشراء وأخطر ما في البيع والشراء هو السعر والسعر بيد الله عز وجل والله هو المسعر باستقامتنا ترخص الأسعار وببعدنا عن الله عز وجل ترتفع الأسعار الحديث أن غلت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له سعر لنا يا رسول الله قال إن الله هو المسعر القابض الباسط وما أحب أن يطلبني أحد بمال ولا دم